لنفكر ما نوع التفاعل الذي قد يحدث إذا كان لدينا هذا الجزيء هنا. لن أخوض في مشكلة تسميته، سيأخذ وقت طويل، لكنه ذائب في الميثانول. ذائب في الميثانول. عندما نقول أي نوع من التفاعلات، فإننا سنختار بين تفاعلات الـ SN2 والـ SN1 والـ E2 والـ E1. الآن ربما أول مكان للبدء منه أو المكان الذي أفضل البدء منه هو أن نفحص المذيب نفسه. وعندما نحاول أن نقرر أي نوع من التفاعلات سيحدث، الشيء المهم التفكير به هو هل المذيب هو بروتوني أو غير بروتوني. وإذا نظرنا إلى هذا المذيب هنا، هذا هو الميثانول وهو بروتوني. وهو بروتوني، وفي حالة أنكم لا تتذكرون ماذا يعني المذيب البروتوني، فهو يعني أن هناك بروتونات تتحرك في أنحاء المذيب بحيث يمكنها أن تتحرك بحرية وتقفز في الأنحاء من جزيء إلى آخر. وسبب لمعرفتي الميثانول هو بروتوني لأنه لدينا الهيدروجين مترابط مع ذرة الأكسجين كهرسلبية بشكل كبير، وهي الأكسجين. إذا كل فينة وأخرى في واحد من جزيئات الميثانول. الأكسجين يمكن أن يسرق إلكترون الهيدروجين، يمكن أن يسرق إلكترون الهيدروجين، ومن ثم الهيدروجين نفسه بدون الإلكترون، بروتون الهيدروجين سوف يتحرك في الأنحاء لأنه لا يملك النيوترون. إذا هذا مذيب بروتوني. الآن قد تقولون، هل أي مذيب فيه هيدروجين يكون بروتوني؟ والجواب هو لا. إذا كان لدينا العديد من الهيدروجينات مترابطة مع الكربونات فهو ليس بروتوني. الكربون ليس كهروسلبي بدرجة كبيرة ليستطيع سرقة إلكترون الهيدروجين. إذا الفكرة الأساسية هي أن الهيدروجين مترابط مع ذرة كهروسلبية بشكل كبير كالأكسجين. إذا هذا بروتوني. وعندما نفكر بالتفاعل الذي يكون فيه مذيب بروتوني، فإن ذلك يفضل، أو حتى طريقة أفضل للتفكير في هذا، طريقة أفضل للتفكير في هذا أنه من غير محتمل أن يسير بآلية الـ SN2، أو أنه من غير محتمل أن يسير بآلية الـ SN2 unlikely SN2 أو تفاعل الـ E2. والمنطق هنا أن تفاعل الـ SN2 يحتاج إلى محب نواة قوي، تفاعل الـ E2 يحتاج إلى قلوي قوي. الآن إذا كان لدينا بروتونات تتحرك في الأنحاء، فإن محب النواة أو القلوي من المحتمل أن يتفاعل مع البروتون، ليس محتمل أن يتفاعل مع الركيزة نفسها. إذا في المحلول البروتون ليس من المرجح ليكون لدينا SN2 أو E2، سيكون محتمل أن يحدث الـ SN1 أو الـ E1. إذا سيكون محتمل أن يحدث تفاعل الـ SN1 والـ E1. كلا هذه تحتاج مجموعة مغادرة أن تغادر من هنا لوحدها، وفي الواقع وجود البروتون قد يساعد على استقرار المجموعة المغادرة لدرجة معينة. إذا من غير المرجح أن يكون الـ SN2 أو E2، من المرجح أن يكون لدينا SN1 والـ E1. إذا إلى الآن لدينا هذا. الآن الشيء التالي الذي نفكر به المجموعة المغادرة نفسها. حسنا، وهنا كل شيء نراه في هذا الجزيء هو هيدروجين أو كربون ما عدا اليود هنا. اليود هنا، ونعلم أن اليود هو مجموعة مغادرة جيدة. مجموعة مغادرة جيدة، حسنا، المجموعة المغادرة الجيدة يمكن أن تجعل أنه من المحتمل حدوث تفاعل الـ E2 أو الـ SN2، كلا هذه يمكن أن يكونوا جيدين، لكنه مطلب ضروري لتفاعل الـ SN1 أو الـ E1 أو تفاعل الـ E1. تذكروا فيها كلا الـ E1 والـ SN1 أول خطوة هي أن المجموعة المغادرة تغادر بنفسها، وهي خطوة تحديد معدل التفاعل. إذا هذا مطلب للـ SN1 والـ E1. لم نرى أي شيء بحيث يجعلنا نفكر أنه لن يكون لدينا SN1 أو E1. هذه مجموعة مغادرة جيدة، سأكتب هنا Good Leaving Group. Good Leaving Group. الآن آخر شيء يمكن أن نفكر فيه هنا هو الكربون الذي قد تغادر منه المجموعة المغادرة. إلى الآن كل شيء يشير إلى اتجاه الـ SN1 والـ E1. آخر شيء هو أنه عندما المجموعة المغادرة هذه تغادر، سيتشكل كربوكتين من الكربون الذي يرتبط مع المجموعة المغادرة، وحتى يكون كربوكاتيون مستقر إلى حد ما، على الأقل يجب أن يكون كربوكاتيون ثانوي مترابط مع كربونين. لكن في الوضع المثالي سوف يترابط مع ثلاثة كربونات، سيكون كربون ثالثي. الآن الكربون مترابط مع المجموعة المغادرة هو كربون ثالثي، وهو مترابط مع واحد اثنان ثلاثة كربونات. إذا هو كربون ثالثي تيرشري.
تيار شعري يمكن في الواقع أن يكون كربوهيدراتي مستقر هو كربون ثالثي، والذي مرة أخرى يفضل آليات الـ SN1 والـ E1. إذا كل المعلومات هنا تشير أن الـ SN1 والـ أو الـ E1 سوف يحدث، وفي الواقع كلاهما يحدث. إذا لنفكر في الآلية، نفكر في الآلية. في بداية الخطوة الأولى المجموعة المغادرة تغادر في أي واحد من هذه التفاعلات. إذا فحصنا اليود لديه أصلا 7 إلكترونات تكافؤ، 1 2 3 4 5 6 7. وفي بداية الخطوة الأولى خطوة تحديد معدل التفاعل من تفاعل الـ SN1 والـ E1، فإن اليود سوف ينتزع إلكترون من الكربون. سأرسم هذا الإلكترون بالأخضر هنا، هذا سينتزع من قبل اليود ليشكل أيون اليود، يشكل أيون اليود، ومن ثم ذلك الكربون سوف يخسر إلكترون ويصبح كربوكاتيون. إذا بعد المرحلة المبكرة من الخطوة الأولى سيكون لدينا شيء يبدو بهذا الشكل. إذا هذا الجزيء الذي لدينا، بحيث يكون واضح ما الذي قمنا به. هذا السهم يسير طوال على طول هنا. هذه الخطوة التالية، ماذا حدث هنا؟ الكربون الثلاثي خسر إلكترونه. إذا الآن هذا الكربون هنا لديه شحنة موجبة، هو كربوكاتيون ثالثي أو ثلاثي، والآن اليود أصبح أيون اليود وقد غادر الجزيء. كان لديه 7 إلكترونات تكافؤ، 1 2 1 2 3 4 5 6 7. قام بانتزاع إلكترون آخر من الكربون، والآن سأستخدم اللون الأخضر لهذا. قام بانتزاع إلكترون آخر من الكربون، الآن هو أيون اليود. إذا هذه الخطوة هنا هي شائعة لكلا تفاعلات الـ SN1 والـ E1. المجموعة المغادرة يجب أن تغادر الآن في الـ SN1 المجموعة المغادرة ستستبدل مع محب إلكترون ضعيف. في الـ E1 القرب الضعيف يزيل واحد من هيدروجينات بيتا ويشكل الكين. إذا دعوني أقوم بهذا بشكل منفصل. هنا سأقوم بالـ SN1 SN1، وعلى الناحية اليمنى سأقوم بتفاعل الـ E1 الـ E1. إذا لنبدأ هنا. إذا الـ SN1 يبدأ من عند هذه الخطوة، سأعيد عمل هذه الخطوة هنا. إذا هذا لديه شحنة موجبة، هذا لديه شحنة موجبة هنا. اليود غادر، اليود غادر، لا داعي لرسم كل الإلكترونات تكافؤ بعد الآن. وما الذي يحدث بعد ذلك؟ نحن في طريقنا لاستبداله مع قاعدة ضعيفة، والقلب الضعيف هنا هو عمليا الميثانول، هو الميثانول، القلب الضعيف هنا هو الميثانول. إذا الميثانول هنا، الميثانول هنا لديه ثاني من الأزواج الغير مترابطة طبعا من الإلكترونات، وواحد منهم هو قلوي ضعيف، كان يرغب بإعطاء إلكترون. لديه شحنة سالبة جزئية هنا لأن الأكسجين كهروسلبي، لكن ليس لديه شحنة سالبة كاملة. إذا هو ليس محب قوي للنواة، لكن يمكن أن يتبرع بإلكترون إلى الكربوكاتيون، وهذا ما سيحدث. سيتبرع بإلكترون إلى الكربوكاتيون، ومن ثم بعد أن يحدث هذا سيبدو هكذا. هذا الجزيء الأصلي. الآن هذا الإلكترون الأرجواني قد تم التبرع به إلى الكربو كاتيون. في النهاية الأخرى منه لديه الإلكترون الأزرق هنا على الأكسجين، إنه مترابط الآن. هذا الأكسجين، هذا هنا الزوج الآخر من الإلكترونات على الأكسجين، وهو مترابط مع الهيدروجين ومجموعة المثل. من ثم الخطوة الأخيرة، هذا هو قلوي ضعيف آخر قد يكون قادر على انتزاع بروتون الهيدروجين هناك. أريد أن أكون واضح هنا. الأكسجين كان متعادل، والميثانول هو متعادل، إنه يتخلى عن الإلكترون إلى الكربوكاتيون. الكربوكاتيون كان لديه شحنة موجبة لأنه خسر إلكترون في الأصل. الآن سيسترجع الإلكترون ويصبح متعادل. الميثانول من ناحية أخرى كان متعادل، يتخلى عن الإلكترون، إذا الآن يصبح موجب. الآن قد يكون لدينا ميثانول آخر،
قد يكون لدينا الجزيء ميثانول آخر متواجد هنا في مكان، قد ينتزع أيضا البروتون من هذا الأيون الموجب. إذا هذا هنا سينتزع الإلكترون أو سيترابط معه، قد يعطي الإلكترون البروتون الهيدروجين. في الواقع الإلكترون الهيدروجين يؤخذ من قبل الأكسجين، ومن ثم يصبح متعادل. إذا في الخطوة الأخيرة فإنه سيبدو هكذا، لدينا هذا هنا الميثانول الذي كان مترابط في الأصل خسر الهيدروجين، إذا يبدو هكذا، لدينا فقط الأكسجين والـ CH3 هنا. هو الآن متعادل لأنه حصل على إلكترون عندما أخذ بروتون الهيدروجين. إذا أردت رسم هذا فإن لديه عمليا هذين الإلكترونين الإضافيين هكذا، وإذا أردت رسم هذا الميثانول الأخير هو الآن كاتيون موجب، إذا سيبدو هكذا. إذا هو OHCH3، من ثم لديه زوج غير مترابط أيضا H، لديه زوج غير مترابط هنا، والآن هذا لديه شحنة موجبة. إذا هذا كان تفاعل الـ SN1. الآن التفاعل الآخر الذي سيحدث هو الـ E1. الـ E1 مرة أخرى، الخطوة الأولى أول خطوة هي بهذا الشكل. دعوني أجعل كل شيء مباشر. إذا المجموعة المغادرة غادرت، إذا في كل حالة المجموعة المغادرة قد غادرت. أيون اليود هو في الأعلى هنا، وفي تفاعل الـ E1 لا يتم الاستبدال. لا يتم الاستبدال، ما يحدث هو أن واحد من كربونات بيتا يسرق منه هيدروجين من قبل قلوي ضعيف. الآن نفكر فيما هو كربون بيتا. الكربون ألفا هو كربون الكربوكاتيون، هذا هو هنا، هذا هو كربون ألفا. كربون بيتا هو الكربون الأبعد، إذا هذا كربون بيتا، هذا كربون بيتا، ومن ثم هذا أيضا كربون بيتا. الآن هذا الكربون هنا هو ليس مترابط مع أي هيدروجينات، لأنه مترابط مع كربونات أخرى، إذا هذا لا يستطيع أن يخسر أي هيدروجينات. إذا يجب أن نختار بين هذا الكربون الذي يرتبط مع ثلاثة هيدروجينات وهذا الكربون، وهذا في الواقع مرتبط مع هيدروجينان لم أرسمهما من قبل، لكن هي ضمنيا هنا هو مرتبط مع هيدروجينان. الآن قاعدة زايتسيف تقول أن المنتج المسيطر سينتج عندما الكربون الذي لديه هيدروجينات أقل يخسر هيدروجين. إذا هذا الكربون لديه هيدروجينان، هذا الكربون لديه ثلاثة. إذا الكربون الذي سيخسر هيدروجين إلى القلوي، أو المحتمل أكثر ليخسر الهيدروجين إلى القلوي، هو الكربون الذي لديه هيدروجينان وليس ثلاثة الهيدروجينات الأقل. إذا القلوي لدينا في هذه الحالة هو مرة أخرى الميثانول، وكان محب النواة في الـ SN1، وكان محب ضعيف للنواة في الـ SN1. الآن هو يتصرف كقلوي ضعيف. إذا لدينا الميثانول هنا، الميثانول هنا، هذا الهيدروجين CH3، ولديه بعض الإلكترونات هنا، لديه شحنة سالبة جزئية، سيعطي إلكترون إلى الهيدروجين، إلى بروتون الهيدروجين. الهيدروجين لن يأخذ إلكترونه معه، حيث ذلك الإلكترون سيعطى إلى الكربوكاتيون ويجعله متعادل، وسيشكل رابطة ثنائية. إذا بعد أن يحدث هذا يتبقى لدينا شيء يبدو هكذا، هذا كان الجزيء الأصلي. الآن هذا الكربون هنا في الأصفر، في الأصفر هذا الكربون هنا في الأصفر خسر هيدروجينه، هذا الهيدروجين في الخلف هنا ما يزال هنا، يمكن رسمه، لا داعي لذلك، سيجعل الأمور فوضوية، لكنه شكل الآن رابطة ثنائية مع الكربون الرئيسي. لقد كون الآن رابطة ثنائية، ذلك الإلكترون الذي كان مترابط مع الهيدروجين الآن أعطي إلى الكربوكاتيون، لديه رابطة ثنائية مع هذا، ومن ثم الميثانول قد تحول الآن إلى أيون موجب، تحول الآن إلى أيون موجب، ولديه الآن هذه الرابطة، لديه هذه الرابطة مع الهيدروجين. سأجعل هذا الإلكترون الذي تخلى عنه باللون الأرجواني، ومن ثم لديه ذلك الزوج الإضافي من الإلكترونات. إذا في هذه الظروف فحصنا كل المعلومات، كل المعلومات كانت ضد الـ SN2 والـ E2، يميل التفاعل إلى الـ SN1 والـ E1. إذا جعلنا هذا في الواقع، إذا حاولنا أن نرى ماذا يحدث في هذا التفاعل،
سنحصل على منتجات من كلا التفاعلات S1 و E1، هذه المنتجات وهذه المنتجات. هنا نراكم.